اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما الشياطين. وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم.
تكاد تميز من الغيظ كلما فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.
warhamna.